هتكلم معاك عن قصة بن شرقي لأنه عقده بيخلص بنهاية الموسم ده، بعد ما الزمالك اتمنع من قيد القيد بقت فكرة بيعه للاستفادة منه ماديا مش واردة. طب دلوقتي مين بديله؟ صح؟ احنا قلنا اذا كان بين الطرفين في اختلاف في قيمة الشرط الجزائي، وحضرتك بتقول دلوقتي ان بعد فترة 6 شهور يحق له ان يمضي في اي حتة او خيرية. يمشي مظبوط خلاص. نفترض انت جيت بعته وهو قال لا، دي حاجة بتاعته هو. مظبوط. الحاجة التانية، طب ما انت ممكن تكسب ال 500,000 دولار دلوقتي لغاية ما ربنا، ممكن ربنا يهديه. لكن مش عايزين نعمل زي موضوع ساسي. ساسي اللي مشاه ان هو مش عارف يقعد مع مين يا هاني، ومين اللي يقول له هديك كذا او نتفاوض في العقد، فما بقاش فيه مصداقية. زائد ما كانش فيه مرتبات، فممكن عنده حالة من القلق مش عارفين يعني هتمشي ازاي، فمشي. لكن مش عايزين بن شرقي، لان هو انا بقول لك من الناحية الهجومية هو يساوي 80% في هجوم نادي الزمالك. هصرف النظر انه جاب جول النهارده وما جابش، انا بتكلم على قيمته التسويقيه اللي جوه نادي، اللي جوه نادي الزمالك والفرقه تساوي اكتر من 80%. مظبوط. فحافظ عليه، او لما يجي يمشي اخد منه ال 500,000 دولار اللي يعني، هم يا اما استفيد منه او 500,000 دولار دول اللي هم قيمه ايه؟ اللي هو اللي في مشكله في الشرط الجزائي، هو عايز يكتب 500 بس والنادي مش عايز. طب هو هيمشي ببلاش بعد 6 شهور مثلا او في نص الموسم، هستفيد منه بالشرط الجزائي؟ مفهوم. لان لو انا جيت بعته دلوقتي ممكن يقول لك لا، وهو ابدى رغبته انه يقعد. بس هو مشكله الزمالك كان وقتها كمان انه انت هتجدد له براتب كبير، وبعدين هو ممكن يروح جايب دافع 500,000 دولار ويمشي، فهيكون النسبه والتناسب مش منطقيه، ان اللي هيدفع له هو هيدفع نص، جزء قليل قوي منه ويمشي. لا انت دلوقتي، انت لما تيجي دلوقتي هتدي له العقد الجديد، قصدك العقد الجديد سي مثلا 10 مليون، هتدي له جزء منه خلاص، مظبوط، هياخده وبعدين هيمشي. لو دفع الشرط الجزائي يمشي في اي يوم، كويس. تاني يوم يبقى انت تكتب بعيد بقى الشرط الجزائي ان هو يرد كل الفلوس، او يجيب لي اللي خده زائد ال 500,000 دولار. المهم انا اعمل ايه؟ اريح الولد عشان يلعب بارتاحيه وما يكونش مشغول. وموضوع الماده دي ممكن نتفاهم احنا الاثنين، اخد اللي انت هتاخده والشرط الجزائي، يبقى انت على الاقل رديت بعض الجمايل بتاعت نادي الزمالك عليك في ال 3 سنين اللي فاتوا. تمام.